السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا حبابنا، معكم سيف في قناة تربية الحسون والكناري. والساعة على ما أظن راهي 7 صباحا. مكتوب ربي، جبت لكم خبر يفرح وخبر ما يفرحش. وهاد لافو مال خال، عبالكم باللي بنت العام و لافو مال هادي لا بريميير فوا تاعها تولد. انا طلعت الصباح اون سي جامي، قلت تحصل لها العظمه والله، ما ادري على بالي بلي ما تحصلش، بربي ان شاء الله بريسك ما خدمت كلش، على بالي بلي ايفيتيت كلش باش تحصل العظمه. يعني شو الحاجه اللي درتها ما توقعتهاش، ومام باش تولد لي في البورتير على بالي تولد في العش. هي ولدت في العش بصح العظمه يعني طاحت في البورتير في البلاطو، يعني لزقت فيها كي جات خارجه 100%. انا حسبت بكري ولدتها هي في البلاطو طاحت، مي نو ولدت في العش وطاحت لها في البلاطو. معليش مكتوب ما عندنا ما نديرو. هاي ليكم العظمه، هاي مكسره، هاي بالخيش الله صقع فيها، الله يعوض. مكتوب ربي واش راح نديرو، ما لقري راح يتغيظ ما لقري. يعني والله معليش ربي يخلف ان شاء الله، رانا نتبعو بها ان شاء الله. حتى وانه مكتوب الناس ربي في الكوفي بريمير، نعاودو نخدمو ان شاء الله في كوفي واحد اخر. وبالتوفيق للجميع. اخطاء يحدث وساعات عكس ساعات، امور اللي متحتسب لها. ما نقول انا حسبت هذا الحساب بصح 90% ما كنتش متوقع تولد لي في الاخر. طاحت العظمه ملاش، لصقت لها على ما اظن في لاسيكس تاعها، مي معليش الحمد لله. انا فقت لها البارح بلي راح تولد اليوم، مي معليش. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، رانا معاكم واي جديد نوفيكم خوتي، والسلام عليكم.